رابطة مشجعي ريال مدريد الجزائر تجمعا لملخرطها طبعا بسينما سوستارا من أجل متابعة الكلاسيكو بين برشلونة والريال. تجمع الرابطة هو السادس لها منذ تسلمها الرخصة من النادي الملكي سنة 2015 وجرى وسط أجواء حماسية. بدر الدين حجام حضر التجمع وعد بالتالية. هي أول رابطة رسمية يعتمدها نادي أوروبي في الجزائر. تم اعتمادنا بتاريخ 17 أوت 2015. الرابطة هي جمع لشمل المدريدسة في الجزائر. وزين مليحة، ريزيطة مليحة لينا احنا يا صافي، تخدمنا في الشامبيونة وإن شاء الله كما يقولوا المشوار تاعنا مازال مليح والشامبيونة طويلة. وتلقينا هدف اللي كان صعيب علينا في وقت صعيب، والحمد لله عدنا في النتيجة وفي نهاية المباراة. التجمعات هي الشيء الواحد اللي خلينا نتلاقاو مع عباد جدد كنا نعرفوهم غير عبر العالم الافتراضي وموقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله خويا، مقابلة خرجت بتعادل إيجابي. احنا ما فقدناش الامل كما العاده، ريال مدريد دائما تماركي في الدقيقه الاخيره، والحمد لله يا اخو فرحونا وفرحوا كاع الجمهور هذا اللي جا لهنايا.